مايا إلكترا تاجتي ألسيون سيلانو ستيروبي وميروبي. هذون بيان سور كانت تلوج على أسامي تعقطات، أما هما زادة أسامي نجوم السبعة اللي كونوا بلييدي ستار كلاستر اللي تتسمى زادة الأخوات السبع. أسامي هذه جات من حضارة الإغريق القادمة. الحكاية تقول بعد ما خسروا العمالقة الحرب ضد الآلة، بنات العملاق أطلس السبعة كانوا هاربين من ديميغاد أوراين، وفي حركة غريبة وغامضة من الإلهة زيوس اللي كان مضروب في واحدة من البنات سخف عليهم وبعثهم المكان آمن في السماء باش يحميهم.